عليه شغل كتير عنده في كم لاعب عندهم بيلعبوا كوره بدنا نستغل كل كوره يلا والله ترجع لو بدك صوره يلا سلام شباب تسمعوا صوت نحمل بعض في الملعب ان شاء الله ان نكون على قد المسؤوليه جميعا اخونا ابو اسماعيل يعني احنا اول شيء متشكرين لاخوانا في الصليب انا بكون مبسوط لما بكون في عندي منافس وفي عندي مباريات وفي عندي تدريبات في الاسبوع مثلا 3 تدريبات داخل النادي الجزيره يعني بكون شعوري حلو بقعد استنى فيهم استنى لانه انا كنت لاعب كره قدم قبل الاصابه احنا بالنسبه لنا كلاعبين كره قدم لا نمتلك الامكانيات اللازمه لهذه اللعبه في حاجات كثير عندنا بكون عندنا نقص مثل العكاكيز هدول العكاكيز مش هم اللي بنلعب فيهم لانه انا السنه اللي فاتت 2020 كنت خارج لعبت في نادي في تركيا كنت لاعب واحترفت هناك واجيت يعني شفت الامكانيات اللي في الخارج والامكانيات اللي موجوده عندنا المشاكل تواجهنا هي عدم وجود الملعب الملائم لهم لنتمكن في التمارين يعني هلكت احنا في حر يعني بداية الصيف ان شاء الله تعالى علينا وعليكم بالخير الحر شوب يعني ما انزلنا في الملعب تكون حر عالية درجة عالية أو في فصل الشتاء بتكون مياه في قلب الملعب هذه معاناة برضو بتأثر عنا على اللاعب واللاعب طبعا بتأثر عليه من الإصابات أو من الأوجاع عشان نوصل رساله للعدو الصهيوني الجبان انه هو سبب في اصاباتنا انه احنا بنستسلمش للعجز وان احنا يعني في كل الميادين باذن الله عز وجل راح نرفع علم بلادنا في كل المجالات في كل الميادين باذن الله عز وجل اسمع معي يلا 1 2 3 جزيره جرب ابو سامي